حركة تحرير جنوب الجزائر أن عناصرها نفذوا سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الجزائري على طول الحدود مع مالي، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 20 جنديا من أفراد الجيش. وعلى الرغم من الصمت الجزائري حتى اللحظة حول هذه التقارير، نسلط الضوء في هذه الحلقة على كل الحراك الانفصالي في الجزائر. من هي هذه الحركات داخل الجزائر والتي تطالب بالاستقلالية وتقرير المصير أو الحكم الذاتي كحركة الماك والشاوية والطوارق والمزاب، ومن يدعم هذه الحركات؟ يجب أن تعرف أستاذ أن الجزائر هي لديها خصوصية، إنها نشأة مستعمرة. الجزائر لم تكن تاريخيا، لم يكن لها أي وجود في التاريخ، فهي يعني نشأت من طرف المستعمر على حساب شعوب ضمتها فرنسا إلى هذه المقاطعة التي أنشأتها في 1839، وأصبحت دولة في 1962، وعلى حساب أراضي الجيران مثل تونس، ليبيا والمغرب. ولا تنسى أن هذه البلدان ما زالت تطالب أيضا بأراضيها.